لما هاجر أصيل الغفاري إلى المدينة سأله الرسول عليه السلام كيف عهدت مكة، فبدأ أصيل يتكلم عن جمال مكة وهواء مكة وزينة مكة، فأسكته الرسول عليه السلام وقال ويحك يا أصيل لا تبكنا، دع القلوب تقر قرارها. حتى النبي بكى لفراق مكة، بل كان يخاطبها ويقول ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. من زار مكة يعرف أنها صحراء لا تصلح للعيش بوصف القرآن الكريم نفسه، واد غير ذي زرع، لكنها كانت له وطن. ولا يعرف الوطن إلا من عرف الغربة. القرآن جعل ألم فراق الوطن بعد ألم الموت مباشرة، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حتى في العقوبات السياسية يأتي النفي من الوطن كعقوبة مباشرة بعد الإعدام. عبد الرحمن الداخل، الكواكبي، ابن خلدون، نابليون وغيرهم كثر. حتى المهاجرين بقي اسمهم مهاجرون بالرغم من قسوة هذه الكلمة. حتى النبي ظل اسمه النبي المكي القرشي بالرغم من أنه عاش أهم فترة للرسالة في المدينة، لكنه ما خلع جلده وما تنكر لأصله بالرغم من كل السوء الذي لحق به من أذاهم. هو هاجر لكنه أسس أمة عاد بها إلى مكة ودخلها برايات بيضاء وخضراء. هاجر ومعه مسلم واحد، لكنه عاد إليها ومعه 10,000 مسلم. ومع ذلك لم ينقل الرسول عليه السلام مركز الدولة الإسلامية من المدينة إلى مكة، حتى لم يوصي أن يدفن في مكة أو أن ينقل جثمانه الشريف من المدينة إلى مكة مسقط رأسه. هو هاجر ليعلمنا أن الأهداف تبقى ثابتة رغم قسوة الظروف، ليعلمنا أن عملنا ليس بالضرورة أن يكون في الوطن لكن أثره لابد أن يصل إليه. هاجر ليعلمنا أن المكاسب في الغربة قد تكون أكثر بكثير من الخسائر لو أردنا نحن أن نحولها لذلك. هاجر ليعلمنا أن رسالة الإسلام رسالة عالمية لا ترتبط بأرض ولا بعرق ولا بلسان. ليعلمنا أن كثرة الناس من حولنا لا تجلب السعادة بالضرورة، ولا غيابهم يجلب البؤس بالضرورة. هاجر ليعلمنا أن ما بين أهدافنا وتحقيقها حاجز هو أنت. ليعلمنا أن الحق جهاد والعلم جهاد والعمل جهاد والعبادة جهاد إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم. ليعلمنا أن الحق غالي والعلم غالي والكسب غالي لا يناله أصحاب الخمول. هاجر ليعلمنا أن الحرية هي حرية الفكر والكلمة، وليعلمنا أن النهضة تبدأ بفكرة مع يدين مرفوعتين إلى السماء. هاجر ليعلمنا أن هذا الكون هو أكبر مني ومنك، وفيه من الاختلاف ما لا يسعه عقلي ولا عقلك، بل يسعه قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأننا خلق بين الخلق وأمة بين الأمم لن تحترم إلا إذا هي احترمت، وأن الاعتزاز بهويتنا وديننا هو اعتزاز بإنسانيتنا وحريتنا في الاختيار. ليعلمنا أن نفكر برأي المخالف من وجهة نظره هو لا من وجهة نظرنا نحن، وأن نرى بعينه وأن نسمع بأذنه فلربما حكمنا إذن بحكمه. ليعلمنا أن لا نتأمل من أحد شيئا، فالأمل الوحيد هو بالله ومن الله. ليعلمنا أن الخير موجود في كل مكان، نحن الذين لا نراه عندما لا نمعن النظر. ليعلمنا أن الآخر ليس دائماً على خطأ، نحن الذين لا نسمع بإصغاء عندما يأخذنا الغرور. هاجر ليعلمنا أن الحرية هي ما يجعل الإنسان إنساناً ويكرمه فوق غيره. هاجر ليعلمنا أن الهجرة قد لا تكون بالضرورة النهاية، بل ربما تكون بداية كل شيء.